تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. رجع للنادي الأهلي صالح جمعة تاني يواصل الاستعراض، يواصل إرسال الهدايا، هدايا 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 من صالح جمعة، هدايا من صالح جمعة. المرة دي الوليد أزارو يسجل أول أهداف اللقاء. صالح جمعة إكسترا، لا مش إكسترا، كوكتيل ولا كوكتيل، أوفر دوز مهارات. صالح جمعة هو صالح لكل زمان ومكان. ينزل وبعد أقل من دقيقتين، بعد أقل من دقيقتين يغير النتيجة، يساهم في تغيير النتيجة ويصنع هدف ويعمل أسيست رائع. من شوية كورة لمحمد هاني لكن ما جاتش، ما مشيتش، قال لك طيب خلاص اهو اتفضل وليد ازارو. ينفرد ازارو، يخطئ محمد فوزي في الخروج والكره تخدعه، الكره نطت عملت بند في الارض، خدعت محمد فوزي، ووليد ازارو يتقدم باول اهداف النادي الاهلي في الدقيقه 74. صناعه صالح جمعه، هو الثلاث نقط هي الاهم الان. وكره اماميه وانفراد بامبو، يتعادل كريم بامبو رغم الإصابة ورغم الشد، لكن يتحامل على نفسه كريم بامبو ويسجل هدف التعادل بعد ما استلم الكرة جوه منطقة جزاء النادي الأهلي في اختراق جديد بيتكرر للمرة الثالثة أو الرابعة. كريم بامبو لا يخطئ هذه المرة زي ما ضيعها دونجا وضيعها محمد صادق. كريم بامبو يسجل، مفيش أوفسايد، مفيش تسلل، وكريم بامبو يعدي من الشناوي، ينفتح المرمى أمامه ولا يخطئ أمام الشباك، يسجل هدف التعادل ويرفض الاحتفال. كريم بامبو لاعب الأهلي السابق يزور شباك. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. عبد الله سعيد هيلعب العرضية، شرم التونسي، وادي العرضية، وادي الرأسية، وهدف أول، هدف أول في اللقاء من بدري محمد فاروق في الدقيقة الثالثة، يسجل الهدف الأول لصالح نادي بيراميدز، والهدف رقم 18 هذا الأسبوع، الأسبوع قبل الأخير. النفس مفتوحة قوي من كل الفرق هذا الأسبوع، وصلنا للهدف ال 18 بانتظار بقى القادم من المباراة، واحنا بنلعب في الدقيقة دوب الثالثة، الدقيقة الثالثة محمد فاروق يسجل هدف لصالح أصحاب الأرض. البداية قوية جدا، يستغل إحباط نادي النجوم صاحب المركز الأخير، ومحمد فاروق يزود عدد أهدافه الخمس أهداف، يتساوى مع المافيا محمد مجدي قفشة. أحمد أيمن منصور يلعب عند فاروق، محمد فاروق يا سلام على الباص، عمر شربين لسفوينتي، جول بلاي ستيشن، جول بلاي ستيشن، مش ممكن، دخلوا بالكرة جول، حسيتها وقلتها لكم، دخلوا بالكرة جول. أحمد أيمن منصور، عمر خربين، محمد فاروق يرجعها لخربين اللي ما طلعش في الكرة، يهيئها لجون سفوينتي اللي سجل هدفين من قبل مع نادي بيراميدز، اخرهم كان هدف في سموحه، واولهم كان هدف في المصري، وثالثهم ثالثها امام نادي النجوم. ادي فاروق لعب الكره البينيه لعمر شربين، يقف ويصلحها لسفوينتي اللي ينشن في القائم، تخبط للقائم وتخش، هدف مركز البلاي ستيشن، وهدف ثاني لصالح نادي بيراميدز.